كريم. هو طبعا خلينا نبدا ماتش النهارده. ماتش النهارده مهم جدا، انا مؤمن تماما بفكره قتل المنافسه المحليه، وما كنتش حتى مع الاراء اللي بتقول انك تواجه المقاولين بالصف الثاني عشان طريق، لا خالص، لان مساله الحسم الدوري ده شيء طبعا، دوري واحد من التارجتس المهمه بالنسبه لي. في بعض الاحيان ربما الدوري يبقى مهم او اهم عن دوري الابطال، لان ما ينفعش النادي الاهلي يخسر الدوري 3 سنين ورا بعض. فكان مهم جدا جدا ان كولر يعني ينهي هذا الامر ده النهارده، وكويس ان الفريق كسب حتى ايفن او الفوز فوز اقتصادي. طيب ماتش سان داونز، انا يعني في وجهه نظري الكلام الفني عنه ما يزيدش عن 20%. الكلام محتاجين نتكلم عليه اكتر، محتاجين نتكلم على هنواجه ازاي نقص الاكسجين. بريتوريا من المدن المرتفعه عن سطح البحر، واللعيبه هناك دايما بنشوف احنا ما بنقدرش نلعب 90 دقيقه كامله، ومفيش ولا فريق مصري راح بريتوريا لعب 90 دقيقه كامله، ومعظم النتائج بتاعتنا هناك سلبيه. برضو سان داونز احنا الملعب ده او سان داونز برضو من الفرق اللي احنا ما قدرناش يعني نحقق الفوز عليها زي الهلال، وعندنا مشكله. بنتكلم برضو كمان نسخه سان داونز دي، انا ده بكرر وبقول نسخه سان داونز دي نسخه مخيفه، نسخه مخيفه للغايه. الفريق ده ما اتغلبش من يوم 22 اكتوبر 2022، الفريق ده بقاله كتير جدا. اذا كانت هذه النسخه، معلش انا لازم ارد عليك في هذه النقطه تحديدا، لانه اذا كانت النسخه دي مخيفه فانا وجهه نظري ان نسخه النادي الاهلي حاليا تستطيع الفوز على هذه النسخه المخيفه. كابتن اسلام ليه؟ لان انت عندك بغض النظر عن النهارده، خلي بالك اصل انت لو هتبص للنهارده يعني مباراه انا خدت فيها، لو انا اللي بلعب يعني، لو انا بلعب باك رايت في ماتش زي ده اهم حاجه اكسب الثلاث نقط طبعا طبعا، واحافظ على رجلي وخلاص، اي حاجه تانية ما تفرقش معايا. انا اللي يفرق معايا كل يوم السبت اللي جاي. اللي ياكد النقطه انت يعني بتديبيت معايا فيها، ان احنا فعلا اتقدمنا على سان داونز لغايه الدقيقه 82 1، لا ده انت اتقدمت قوسين الشوط الاول، انا اسف كنت يعني اقل، ضيعت 45 دقيقه، ضيعت 45 دقيقه، لا وبعد حتى الهدف الثاني كنت قاب قوسين او ادنى تجيب الثالث، صحيح كنت ممكن نقتل الماتش خالص. وهنختلف في الاراء في حته ازاي تفنش المباراه، لكن كان في تنافسيه في الملعب، لكن احنا بنحترم. لا لم تكن هناك تنافسيه، كان الاهلي كعبه اعلى من سان داونز في الشوط الثاني، وبما انك خسرت 45 دقيقه اولى، ولكن الشوط الثاني استطعت ان انت تعود وتجيب جون واثنين وتضيع ركله جزاء وتضيع جونين كانوا ممكن جدا يجوا. المباراه دي كانت ممكن تخلص، خلينا نبقى صادقين، 5-3 صحيح، بس هي 5-4 مثلا. لازم نديهم حقهم ان هم مخوينا، انا في وجهه نظري واحد من مديرين فنيين جيدين جدا في افريقيا في الوقت الحالي طبعا، والفرقه فعلا ماشيه معاه بشكل كويس. طبعا هم برضو في الدوري عاملين فجوه، فهم رايحين دماغ، حتى هم اتعادلوا اعتقد من حوالي 3 4 ايام في الدوري، تتعادل ما فرقش معاهم يعني، مش فارق معاهم في حاجه، لان هم بيلعبوا بضغوط قليله، وده مهم جدا. انا كنت دايما بطالب بيه لعيبه النادي الاهلي، عايز تخلص الدوري، لان ساعات الدوري بيقص عليك في افريقيا، انت ما تقدرش تقسم تركيزك الذهني على بطولتين. كان واضح النهارده. الحاجه الثانيه طبعا، وهي انا هقول يا رب، العاده بتاعت قبل ماتش الساعه 3 العصر، جزء مهم جدا الناس بتفهم فعلا الموضوع ده في وجهه نظري، ان انت عايز تدخل يا كابتن اسلام اللعيبه بتاعتك وهي في افضل حاله بدنيه وذهنيه قبل ما نتكلم على الفنيات، لكن اللعيب لما يخش في افضل حاله بدنيه وذهنيه بالنسبه له انت بتضمن ان شكل المباراه ده بيبقى افضل. خليني اديك مثال بسيط، النهارده اللي اتفرج على ماتش القطن والهلال، ماتش القطن والهلال، القطن طبعا احنا شايفين منافس متواضع جدا، لكن على فكره الشوط الاول لعب مباراه يعني مفتوحه مع الهلال، وليه فرصه مش ممكن يعني، لو كان في وجهه نظري لو كان احرزوها كانوا حطوا الهلال في ضغط عصب. احنا ماتش الساعه 3 العصر ده من نادي الهلال، فوجئت ما عملناش فرص على نادي الهلال زي القطن. هل ده معناه القطن احسن من الاهلي؟ لا، هي فكره الاستعداد نفسه للمباراه. احنا في وجهه نظري شيء جيد جدا جدا دخول دكتور نفسي قبل المباراه ودكتور تغذيه، لان الناس دي دورها يا جماعه والله لا يقل عن الدور الفني. هو ده المهم بقى، برافو عليك، ده كل عن دور الفني. ناس تفهم حاجه، الرياضه مش بلاي ستيشن، الراجل مش قاعد بره ماسك جويستيك، لا مش الات. واللعيبه دي جايه فول باور زي اللعيبه بتاعتك في بلاي ستيشن، لا اللي هو 95 يعني. لازم يتحضروا. تحضرهم ازاي بقى؟ انك واحد، احنا النهارده بنلعب ماتشات، النهارده ماتش المقاولين الساعه 5، وبكره احنا مسافرين وسفر طويل قوي يا كابتن اسلام، سفر يعني من شمال، ومهما تقول لي نايم بالطول، نايم بالعرض، نايم بالبتاع، طياره خاصه، الناس ما بتشوفش، الناس ما بتشوفش اللعيب غير في الملعب، لا لازم بقى انت تحط نفسك في ظروف
اللعيب ده النهارده هيروح بيته، يجهز شنطته، يطلع على المطار الصبح، وبعد كده يسافر من شمال القاره. وسط كل الكلام اللي انت بتقوله ده، خلي بالك اللي لعب ال 90 دقيقه أيوه. او بقى بلاش اللي تكتلت عليه عدد المباريات خلال أيوه. الفتره اللي فاتت، هتلاقي بقى ايه وهو صحيح. وهو كده ايه طالع السلم في بيته، رجليه الشمال بتشد ورجليه اليمين مش قادر. والنهارده 99% من اللاعبين ما بينامش يوم المباراه، اللي لعبوا يعني الماتشات. انا بقول لك حاجه عن أيوه صح 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 يعني ما حدش يزعل، انا اسف هي حصلت معايا انا، ان انا وانا طالع رجلك بتشد صح. وبعدين اطلع انام في السرير من الساعه 12 واحدة بالليل، الاقي نفسي ما نمتش غير 6 7 الصبح بالظبط. وبناء على هذا من الوجع يعني بالزبط. ومن الشد ومن الحاجات، التحضير البدني والذهني في وجهه نظري ربما يتعدى اهميته التحضير عليك. الفني برافو عليك. وهنا شيء مهم برضو نتكلم على دور للاعبين، لازم برضو اللعيبه تبقى النهارده معلش تضغط على نفسك شويه، هي صعبه جدا اللي انا هقوله ده صعب، بس لازم تحاول تعمله. انت متعود على ساعات نوم معينه او انك بتخش السرير الساعه الفلانيه، طالما انت عارف ان المشروع بتاعتك الساعه 5 او الساعه 7، لا انت محتاج معلش من بكره، من بكره مضطر ان انت تنام ماكسيمم الساعه 10 ماكسيمم. ليه؟ لان احنا طبعا التوقيت في بريتوريا هو هو نفس التوقيت في القاهره، لكن المشكله عندنا احنا معاهم هناك ان الماتش بيتلعب بدري ونسبه الاكسجين، يعني احنا هنفقد مثلا نسبه الاكسجين في جسم اللاعب المصري في استاد القاهره هتبدا تخلص من بعد الدقيقه 80 مثلا، هناك بعد الدقيقه 70، هناك و60 كمان يا كابتن اسلام. والله لا يعني مش قوي، يعني هتبدا تخلص اسرع. فانت محتاج يعني مش قوي، خلي بالك فرق مش كبير يعني. نعم محتاج انك تتحضر بدني وتتحضر ذهني، ومواعيد الاكل مظبوطه جدا. الناس من انا اسف يعني ممكن ما بتهتمش بالكلام ده، الناس عايزه تتكلم فنيات، بس لا الفنيات مش كل حاجه. بدليل ماتش الهلال، بس ماتش الهلال احنا ما خلقناش فرصه وحيده غير الكره الاولانيه بتاعت حسين بالظبط على الشوط الاول، بس في 90 دقيقه كان اقصد كمان رد الفعل بعد الهدف.